بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في نقطة جدا مهمة في موضوع البروباغيتور، طبعا في أشياء وتفاصيل جدا كثيرة في الاستثناءات، لكن أنا أحاول أنه أخلي كل شيء معقد في مستوى أعلى، فهذه هي الفكرة. أنا أعطيك التفاصيل الأساسية، بعدين إذا بقي شيء نخليه في مستوى 103. عموما هنا في نقطة جدا مهمة عشان لو مرت عليك ما يصير عليك لبس. لاحظ معايا، لو أنا مثلا جيت كتبت import مثلا java.util.input، وكان الاستثناء اللي حيرمى اللي هو مين؟ input mismatch exception، وحنكتب هنا input mismatch exception. لاحظ معي، خلاص ما في شيء جديد، بس غيرنا نوع الأوبجكت اللي بيرمى. لاحظ الآن لو شلت هذه ما صار خطأ زي أول. ليش ما صار خطأ؟ في نوع في جافا اسمه runtime من الاستثناءات اسمه runtime exceptions، يعني هو استثناء ما يحدث إلا وقت التشغيل. زي مين؟ زي هذا الاستثناء، زي هذا الانبوت مسماتش اكسبشن، لانه الانبوت يحتاج تشغيل عشان ياخذ المدخلات. فاذا كان نوع الاكسبشن هو ران تايم، نوع ران تايم اكسبشن، يعني الاكسبشن هذا ران تايم يعتبر يحدث وقت التشغيل. فاذا كان الاستثناء يحدث وقت التشغيل، دالة البروباجيشن يكون فيها وضع السطر ذا اختياري. فإذا حطيته ما فيش مشكلة، وإذا شلته ما فيش مشكلة، عشان كذا لا يحصل عليك لابس، لأنه أحيانا ممكن تلقى الكود كذا بدون ثرو، فتقول كيف هذا الكلام صار؟ لأنه هذا بروباجيتور، فليش ما فيش هذا السطر؟ فهذه هي الفكرة. فإذا ما لقيت هذا السطر، تعرف أنه الاستثناء اللي رمي هنا هو استثناء يحدث وقت التشغيل، وقت التشغيل. وهذه هي الفكرة الأساسية اللي حبيت أوضحها، وفي عشان تعرف موضوع الران تايم اكسبشن. فتصنف الكلاسات بعضها او كلاسات او كائنات الاكسبشنز على انها ران تايم اكسبشن. فاذا كان الران تايم اذا كان الاستثناء اللي حيرمى ران تايم اكسبشن وكانت الداله بروباجيتور، فالسطر هذا يكون اختياري. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.